حول اختطاف موظفة من داخل المستشفى والهروب بها الى 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 الشارع العام ورميها في الشارع العام. هذه الظاهرة هذه معروفة هذه نهائيا هذه الظاهرة هذه. الان كنحاولوا كنعاود ناكدوا على انه راح نوصل لواحد الوقت اللي ما بقاش لنا الحق نصبروا. كنطلبوا الحكومة ماشي وزارة الصحة وزارة الصحة مضروبة على امرها، كنطلبوا من الوزارة من الحكومة توفير الامن على الصعيد الوطني لكافة نساء ولاد الصحة أثناء مهام ديالهم وحتى خارج العمل ديالهم، لأن الآن ولينا خايفين حتى على ديالنا خارج المصلحة ديالنا. كاين اعتداءات، كاين الناس كيحلفوا علي عبد الله بلي غندير لكم غنفعل لكم. وآخر مشكل وقع البارح هاد الصباح أنه في سلا جا شي عصابة دخلت السبيطار جبت باه مريض للوبيتال وقال له إلا مات واحد الشربة ديخس. هادي الحادث ديال اليوم هذا، هذا الحادث ديال اليوم، هذا ديال الصباح هذا. زيد الاعتداء ديال البارح وهادشي غادي يبقى يتكاثر. بخصوص ذكر الاعتداء ديال البارح الحاج، الاعتداء ديال البارح تقريبا شحال من واحد اللي دخلوا اعتداوا على السير على السير التقنيه؟ الناس واحد تحت السير ديالها وجوج موراهم ورماوها في الشارع العام. هذا وضع شاد وشاد جدا. اختطفوا لها واش اختطفوا لها السياره؟ اختطفوا هي والسياره ديالها، السياره ديالها ورماوها في الشارع العام. احكي لنا على الواقع الحاج، انا بغيت تحكي لنا على الواقعه كيفاش وقعت الخبر اللي عندك. انا الواقع انا عطله ودخلت من العطله باش نشوف هذا الحادث هذا اللي وقع الان. انا يقال لي بانه الاخت جات للسير ديالها دارت مارش كذا في التليفون طلعوا مع ثلاث الناس، واحد معاه جنبها وجوج اللور وفرضوا عليها باش تسكت بالموس حطوا لها على الجانب ديالها. هذه عمل اختطاف هذه؟ اختطاف. وداوها ورماوها في الشارع العام والسياره مشات الان كتضرب على حسب ما تقول لها جوج كسيدات وغاديه. الان كنطلبوا من الامن باش يسرع بعطاء الضوء لي على هذا المشكل اللي وقع، لان الاخوه كلهم خايفين على الوضع ديالهم، وبالتالي ولي خدام تحت الضغط ما يمكنش نتصوروه. وبهذا كنعاود ناكد انه كنطلبوا الامن من الدوله ماشي من وزاره الصحه. وزاره الصحه مغلوبه على امرها، كنعاود ناكد عليها مغلوبه على امرها. الان كنطالبوا السيد فتيت باش يتكلم بهذا الموضوع هذا ديال الامن داخل المستشفيات ديال سلطات المغرب ككل. الحاج هذا الشيء اللي ذكرتيه راه خطير. حنا كنعرفوا بان اي مستشفى فيها الامن الخاص. الامن الخاص مغلوب على امره، الامن الخاص لا تكوين لا حتى حاجه. هاد الامن الخاص كيجيبوهم ناس دول ما عندهمش اي تجربه كما خصها تكون. جيبوا ناس اي واحد كيجي يعطيو كسوف يقول لك الامن الخاص ما عندوش لا قيمه ولا تجربه. وبالتالي حنا الان عرضه لاعتداءات يوميه وهادشي كيخلعنا كموظفين الصحه على المسؤول ديالنا في داخل المستشفيات وخارج المستشفيات كذلك. وبالتالي نطالب مره اخرى توفير الامن لينا في العمل وحتى في ديورنا كذلك. وشكرا. مرفع الاسفي ممرض عام تعليم التخصصات مستشفى 20 غشت. جينا اليوم لهذه الوقفه تضامنا مع الاخت ديالنا اللي تعرضت للاختطاف. كنأكد على كلمه اختطاف لانها ماشي شي حاجه اللي بسيطه، شي حاجه اللي زعما خطيره بزاف. باش السيده طلعت في الطوموبيل ديالها وتعرضوا ليها بالسيوفه باش وخرجت من قلب لوبيتال، يعني فين هو السيكوريتي؟ فين السيكوريتي في الباب؟ حل لهم الباغيير خرجوها. كيشوف السيده رجليها خارجين من الشرجم. واش حتى حاجه سيدي ما استنقاتك شي حاجه؟ قالت لك سول هذيك السيده مالها، حبس الباريير نعرف اش واقع. ما فهمتش انايا هذا الشيء اللي كيوقع، يا لا حول ولا قوه الا بالله. سمعنا من الزملاء ديالك ان ماشي هو هذا اول تهديد اللي كيتعرض ليه الممرضين ولا الاطباء. لا ماشي اول مره، شحال من مره كيوقعوا سرقات سيارات ديال الموظفين في الطوموبيل. راه ما كاين لا حراسه لا والو، الناس
استطفوا لهم حوايجهم، داو لهم حوايجاتهم من الطوموبيلات، الميدسان داو لي البيسي من الطوموبيل، داو لي حوايجهم. يعني كاين ناس متطفلين على لوبيطال، كيفاش كيدخلوا الله اعلم، شكون كيسمح لهم يدخلوا الله اعلم، ما عندهم لا وريقات باش يدخلوا. انا نورمالمون باش تدخل ان لوبيطال خصك اموتيف، اشناو فين هما الوريقات ديالك اسيدي؟ واش داخل عن طبيب بعد من داخل؟ واحد داخل سيفيل علاش غيدخل؟ ما يمكنش هادشي. والسيارات كيدخلوا بلا ماكارون، يعني بزاف ديال الحوايج. ولكن الغريب في الامر ان كنشوفوا ان رجال الامن الخاص كيحبسوا المواطنين في الباب، كيسولوا انت فين غادي، انت فين هادي. ايوه كيحبسوا بالنسبه للمواطنين، بالنسبه للمواطنين. ايوه المواطنين، راه حنا داوي على المواطنين، لان هاد المجرمين هادو راه مواطنين، راه ماشي جايين من شي، فهمتيني؟ يعني هذا هو السؤال المطروح، علاش شي كيدخل وشي ما كيدخلش؟ انا مريم محسون، كاتبه في هذا السيرفيس ديال التشريح، هذا المصلحه. والبارح قدام عيني وقعت واحد حادثه اعتداء على واحد موظفه معنا تقنيه، اللي اداوها اختطفوها هي اوتوموبيل. كنت شاهده عيان قدام عيني، انا ما شفتش هذوك اللي اختطفوا، انا شفت لاكسيون قدامي، انا السيده خارجه كتغوت من الطوموبيل وكتضرب في الكابو وكتقول عتقوني، وهذاك هو الرك. ما خلاشنا الوقت فين غتغياليزي واش داك الشيء اللي كيوقع قدامك بصح ولا خيالي. حنا ديما كنتعرضوا للاعتداءات لفظيه دي فوا جسديه من عند الناس، ولكن هذا الشيء اللي عشنا دابا كيفوق اي، فهمتي؟ ما كانش متوقع شي حاجه كتشوفها قدام عينك. من غير هذا الشيء اننا حنايا معرضين اش 24 الكورونا، لاننا كنخدموا في هذا الشيء، كنخدموا في واحد المجال اللي هو يا انفكتي، عندك لي مالاد، عندك كيجيو لنا التحاليل، كيجيو لنا العينات اللي هاد لي ميديسان كل شيء طول موند. انا جو بارل دو تو لوبيتال، ما كان عنديش على راسي، ولكن حنا دوبي 2019 حنا كنعانيو بلا كونجيات بلا والو. يلاه بداو دابا شويه كناخذوا، ما هادشي كله قلنا ماشي مشكل، حنايا الوطن محتاجنا، حنا معاه، حنا سي دو تو كور دايرينها، لان خدامين كنتخلصوا وي، وكنعرضوا حياتنا وكنعرضوا عائلتنا، ماشي مشكل. هذا اختيار وحنايا اون لاسيوم. ولكن تزاد علينا الاعتداء هكا، ان واحد يختطف بسيارته وتحت السلاح وامام اعين الامن ديال لوبيطال خارجه داخل المستشفى، وداخل المستشفى واثناء مزاوله العمل ديالنا مع الوحده، ماشي خارجه بوحده ولا كتسارى ولا ما عندها ما يدار. هذا الشيء زعما خاصو توضع عليه، ما بقيتش كتحسوا بالامان. وحنا خايفين، لان خصك تعرف واحد الحاجه، واحد 70% ديال العنصر اللي خدام في هذا السيرفيس نسوي، وشي حامل وشي مزوج وشي عند والدي وشي كيخاف من والو، راه المراه معروفه انها ضعيفه في شي. ولكن هذا الشيء دابا زاد اثر علينا، دابا حنا كنخدموا مخلوعين، عندك تخرج تلقى شي واحد بشي جنويد، لان يا با سيكوريتي. لالا مريم، تلاقيتي مع الضحيه؟ الضحيه راه معانا تقنيه. كيفاش الحاله النفسيه ديالها؟ الحاله ديالها اش غنقول لك، انا اللي غير شفت وباقي كنترعد وباقي كنتخايلها قدامي، كتعاود هذيك، لان شي حاجه انكرويابل، شي حاجه تشوفها قدامك، ماشي فيلم، راه شي حاجه اللي كتشوفو. انا كتشوف السيده غاديين مختطفين وهي كتغوت في الطوموبيل تاع عباد الله، كنا غير داو الطوموبيل خلاوها هي هم عن هم، شويه هكا غادي تدوز تصرت لنا. ولكن هضر على اعتداء علينا كاملين، على مؤسسه، على الناس فيها، خصوصا داخل الاعتداء تم داخل ولا المستشفى، داخل ماشي برا، ولا هي غادا لدارهم. حنا كتبقى كتبقى محسوب ان عندك لاسيغونس اون اوغ ابخي الترافاي اون اوغ افون. هاد السيده راه في وقت العمل ديالها وداخل المؤسسه، وفي بلاصه اللي فيها بزاف الناس، رواج، ماشي بلاصه اللي نقولوا زعما زعامه. هادي زعامه. تكلمتي مع لالا مريم؟ صافا، هي شافت، انت هي مشات المستعجلات، دارت هذاك البروسيدور ديالها في الكوميساريه، مشات دارت هذاك المحضر، مشاو داروا، المهم هما خدمتو مع داك، ما تنفهمش فيها. ابخي هنا جات المستعجلات، عاينها الطبيب، صيفطوها شافت البسيكاتر. المهم دابا بزاف عندها باش، لان الجرح الداخلي سطحي ماشي هو اللي، فهمتي؟ اللي لداخل، سي اون بليسور لي تري بروفوند. لان كنعرفوا حنايا تقريبا واحد النسبه ديال واحد 70% 80% ديال العلاج كتكون نفسيا. فوالا، لان الانسان اللي كيضر الداخل النفسيه ديالو، جوج الناس وبجنوي وحده باقا صغيره، لان يلاه قالت بسم الله بالحياه، جات بدا الحياه ديالها بحال هكا، سي مالوغ والله. حنا ما كنحملوش مسؤوليه لشي واحد بالضبط، وهي مسؤوليتنا حنا كاملين.
ولكن احنا طالبين كنطلبوا الامان، نخدموا في الامان، حنا كنضحيين بحياتنا وبكل شيء وماشي مشكل، ماشي هذاك انا ما اونسيفونت با، حنا مخلصين الحمد لله، كنتخلصوا واخا الحياه ما لهاش ثمن، ولكن باش وحده تمشي هكا هباء منثورا على والو على طوموبيل وغادي بها هي، هذا الشيء لا يقبل وحنا ما قابلينوش. ومن خرجت على برا كيفاش وقع لها مسكينه، كيفاش هربت؟ مني خرجت على برا بقى غادي بها كيتسارى زنقه السبته حدا الفان، وهي يا باغمي غاكل والقوه، لان الواحد راه الحياه كتستدعي واحد الوقيته انك باغي تعيش، راه عندك دي موايا اللي فهمتي اللي سبحان الله ما عرفت سي تامي غاكل، لان هي باقا صغيره وقدرات تخرج دافعت على راسها، الحياه هي هذه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.